نجحت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بالتواصل لصاحب مقطع الفيديو الذي يستهزئ بالإجراءات المتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا بعد أن أظهر في مقطع فيديو له يبصق على الكمامة الطبية، كذلك يبصق على العملات الحديدية. وكشفت مصادر بأن المعني بالمقطع وافد من جنسية عربية ويعمل باقي في أحد المحلات بالطائف، حيث تم ضبطه وتسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.